مين أخذ قرار الانفصال؟ هو. ليه؟ لأنه أنا كنت عايشة ببيروت وهو قد ما كان يحبني صار تحول حبه لشك وغيرة، الغيرة تحولت لشك، فكتير ضغطني خنائك؟ ايه، فاضطريت أنه أكذبي عليه وأقول له حضاني بالبيت ورحت على عد ميلاد رفيقتي. فهو عارف وصار في مشكلة كبيرة وتركني. جرحتك؟ كتير. كان بعدك بتحبيه؟ لا، بس أنه عيونك عم يلمعوا. هو كونه أول حب. ما حبيتي من بعده؟ انعجبت، حمر وجهه انعجبتي ودمعوا عيونك. اف، بحترم مشاعرك انا، على بالك ترجعي له؟ لا ابدا. يعني بعرف انا اذا رجعت انا وياه ما بكمل بالشي اللي انا بدي اكمل فيه، عرفت؟